دلوقتي الفراخ اهيت هنتبلها مع بعض. جبناها وغسلناها حلو وشطفناها. هنا عندي التتبيله اهي، دي بهارات فراخ ودي بهارات فراخ، يعني ده قالب مرقه يعني انا فرقاه، ودي بهارات فراخ وده زعتر. تمام، هحط عليهم كيس صلصه. تمام، ادي كيس صلصه كده. ده نجيب الزيت يا جماعه، شويه زيت، حط الملح، نسينا الملح. بص انت على التليفون. ملح ابيض، ملح ابيض. تمام تمام بصوا يا جماعه، الفراخ اهي، جيب حته الزبده، خليك هنا. بصوا يا جماعه، لازم يكون الملح يكون ملح ابيض، صح يا ماما؟ حته الزبده مش المفروض يكون ملح ابيض؟ اي حاجه حبيبتي، اي حاجه. انا فوجاه مش كده، لحد ما تبقى هريسه كده على بعضها، عشان الزبده بس جامده شويه. لو الزبده جامده يا جماعه اللي هو ادعكوها جامد. تمام تمام كده، ريحتها حلوه قوي، الريحه طالعه حلوه قوي. يلا بقى نروح على الفراخ بقى نتبلها. يلا بينا، دي اول فرخه كده يا جماعه، نتبل واقلب الفرخه. بصوا جوه ما شاء الله جامده، جميله ازاي يا جماعه، ما بين الصدر كده الحتت دي لحمها ابيض. كده هي يا جماعه الفرخه اهي، ما شاء الله. دي الطبق، اول فرخه يا جماعه، التانية بقى بنحشيها. نخلص حشي يا جماعه ونرجع لكم. يا جماعه احنا خلاص خلصناهم اهو، ان شاء الله خلصناهم تتبيل. تمام كده، تمام. هنديهم بقى تشويحه على النار على طول عشان مفيش وقت. تمام، عشان زي ما قلنا عزومه جت مفاجاه كده، واصحاب بنتي جم، قلنا نعمل لهم غدا يتغدوا. اربع فرخات عشان ثلاثه يا ماما. اه طبعا، هما هياكلوا احنا هناكل يعني. يلا بقى نروح على النار عشان نديهم تشويحه بسرعه كده. تمام، نخلص من الرجاله. والله انا عطوزه طبعا يا جماعه، وحطينا الزيت دلوقتي. هتنيك جدع للاخر والتنيك واقف كده، ولا اخد التليفون؟ لا تنيني جدع واقف للاخر كده لما اشوف. يلا كده هنحط الفراخ بقى يا جماعه، نعلي النار. دي اول فرخه، حطها على الجلد الاول، ثانيه كده. تمام، هنحمرها عادي خالص، حمري خلي الجلد ياخد لون. تمام، وبعد ما هياخد لون ونيجي نتبينها هنوريها لكم برضه. حمرت الفراخ وديتها وش، هغلفها دلوقتي بالفويل واحطها في الفرن نص ساعه بالظبط، هتكون استوت ان شاء الله. دلوقتي هنعمل الصوص الابيض اهوت للمكرونه، هي خلطه البشاميل بس انا بخليها خفيفه شويه. ادي اللبن، امسك يا عمر اللبن، وهفتح البشاميل على البارد، حط شوية مش كله عشان مش عايزاه تقيل، وهقلب كده، هقلبهم كويس خالص على البارد. الكيس ده ما بتحطلوش اي حاجة الا انك بس بتظبطي الملح، لكن هو فيه توابل وفيه كل حاجة ما شاء الله، يعني بيبقى طعمه جميل. تمام كده، انا دوبت كويس اهو كله، واحطه على النار بقى لحد ما القوام يتقل معايا شويه، وبعدين ايه احط له معلقه الزبده دي. هرفعها على النار دلوقتي واقلب على النار لحد ما القوام يتقل شويه. تمام،
يلا. بقى عملنا كيكة بالشوكولاتة اهي، وحطينا عليها الصوص بتاعها عشان حاجة حلوة ياكلوها بعد الغدا. ادي كيكة الشوكولاتة قطعناها اهو، حطينا الصوص عليها، عملنا صوص الشوكولاتة اهو، طعمها فظيع. طبعا احنا عاملين الفيديو ده كيك الشوكولاتة ده عاملينه فيديو قبل كده برضو في القناة، ده الحلو مع البيبسي. تمام، واتمنى ان كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك لو سمحتوا يا جماعة، كل اللي يشوف الفيديو يضغط لايك مش هيخسر حاجة. يا رب يكون الاكل عجبكم والفيديو كله عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.